كثفت قوات النظام السوري ضربات هجوية على مدينة درعا وريفها الشرقي والغربي في جنوب البلاد، ووثق المرصد السوري يوم الأربعاء قتل 17 مدنياً بينهم 6 أطفال، 10 منهم جراء ضربات للنظام وروسيا على ريف درعا الشرقي، بينما قتل 7 آخرون جراء ضربات روسية على بلدة الطيبة الواقعة جنوب شرق مدينة درعا قرب الحدود الأردنية.